الفيرست نيم بتاع الراجل ايه؟ كانك كانت يوزر جديد. الفيرست نيم ايه؟ احمد مثلا برضو. اللاست نيم سعيد مثلا. اللوجو نيم ايه؟ سعيد. ها باسورد باسورد باسورد. وتحب اليوزر ده هو يتشينج الباسورد في النكست لوجن، كانك بتكريت اكونت في الاكتيف دايركتوري. نكست. اختار لي السيرفر والستورج والستور. نفس الحوار بالظبط. حلو كده. طبعا احنا ايه، ها ما كريتناش ستورج للاتش ار، مش تبعنا ماشي، ما كريتناش ستورج للاتش ار. فانا ممكن احطه ايه، ها احطه مثلا على الديفولت ميل بوكس داتابيز مؤقتا ماشي، وبعد كده هعلمك ازاي ايه، ها ازاي تنوله. انا قاصد ماشي، اروح قايل له ايه ميل بوكس. ما ينفعش انا كريت يوزر من غير ما اعمل له ميل بوكس من جوه بقى الاكتيف دايركتوري. من جوه الاكتيف دايركتوري. لا لا، انما من هنا انت بتكريت يوزر يبقى لازم اكريت له ميل بوكس. تمام ماشي، اروح قايل له نيكست نيو فينيش ماشي كده. بقى عندي ايه، ها اتنين يوزر صح. طيب دلوقتي الراجل اسمه احمد سعيد ده هو انا ما كنتش مكريت ستور للاتش ار، فاضطريت ان انا احطه فين، في الديفولت. وبعدين رجعت ظبطت الهيراركي بتاعي ازاي، قلت لا والله احنا المفترض نبقى ناس بروفيشنال، نعمل ايه، نيجي هنا على الميل بوكس نرايت كليك على السيرفر ونقول له عايزين نكريت ستورج جديده ونسميها مثلا هيومن ريسورسز. تقف هنا بس كده، هو لوحده هيظبط لك الباث بتاعتها ماشي. تروح قايل له نيو فينيش ماشي، وبعدين جوه الهيومن ريسورسز رحت جاي ايه، ها مكريت مثلا ميل بوكس داتابيز. تمام، هنسميها مثلا اتش ار مانجرز. واحده تانية هنسميها اتش ار يوزرز. الراجل بقى اللي اسمه احمد سعيد دهوت احنا كنا حاطينه فين؟ طب انا عايز اعرف هو موجود فين؟ ها زي ما قلت لك احنا ممكن نعمل فلتر، او ممكن بقى ترايت كليك على اليوزر نفسه وتجيب البروبرتيز بتاعته. هتلاقي في الزرار اللي اسمه جنرال معايا كده، ها الميل بوكس داتابيز اللي الراجل ده قاعد جواها، هو قاعد في الميل بوكس داتابيز اللي موجوده في الفيرست ستورج جروب معايا كده. طيب ركز معايا، الراجل ده هوت احنا كنا حاطينه في الديفولت على اساس ان احنا ايه ما كناش لسه مكريتين الهيراركي بتاعنا، انما دلوقتي خلاص بقى في حاجه اسمها اتش ار مانجرز واتش ار يوزرز. انا عايز ارمي الراجل ده هوت في الاتش ار يوزرز، هعمل ايه؟ هتراي كليك عليه وتقول له ايه، موف ميل بوكس. موف ميل بوكس بس لازم تكلمه في التليفون الاول وتقول له اقفل الاوتلوك بتاعك، عشان بتحصل مشاكل لو الراجل دوت فاتح الاوتلوك معايا كده. اروح قايل له موف الميل بوكس، عايز تحطه فين بقى؟ يجيب لك المكان الجديد. ها انا عايز احطه في الهيومن ريسورسز جوه اتش ار يوزرز. نيكست. فبيبدا هنا بقى يقول لي ايه، بيقول لي وانا بنقل الميل بوكس ده هوت لو لقيت ان في بعض المسجز اللي فيها كوربشن اعمل ايه؟ ها اسكيب الميل بوكس كله ما نقلهوش معايا كده، ولا اسكيب الكوربتد مسجز بس؟ ولو هسكيب الكوربتد مسجز اعد كام واحده اعمل لها سكيب معايا كده؟ لا انا بميل ان انا اقول له اسكيب الميل بوكس كله ماشي، علشان ممكن اصلا لو هو كوربتد ممكن يعمل لي مشكله في الستور اللي بيتنقل فيها. اوقات كتير تبص تلاقي في خردقه في ستور كامل نتيجه ان في ميل بوكس في مشكله، في مسج كوربتد كتير.
معايا كده؟ فاروح قايل له ايه؟ نيكست. حلو. ساعات حجم الميل بوكس ده بيبقى كبير شويه تمام؟ فعلشان ما اعملش في اللود على السيرفر في البيك اورز، يعني ايه في البيك اورز؟ يعني في اوقات الذروه تمام؟ ممكن اسكادول ان الميل بوكس ده يتنقل بالليل ومفيش لود جامد على السيرفر تمام؟ فممكن اقول له immediately يعني حالا، او ممكن اقول له ايه at the following time وابدا اديله سكادول معين. اوكي، وبيجيب لك برضو الايه السنتكس بتاعه على الايه على الباور شيل، علشان لو انت عايز تستخدم الباور شيل. واروح قايل له فينيش. فلو جبنا بعد كده بقى البروبرتيز بتاعت اليوزر ده، هتلاقي ان الراجل ده هو تتحول للداتابيز اللي اسمها اتش ار يوزرز اللي موجوده في الاستورج اللي اسمها هيومن ريسورسز. ها موجوده زي ما هي، الدنيا كلها زي ما هي، مفيش اي مشاكل خالص. انا كنت بعمل موف للناس وهي شغاله، مفيش اي مشكلة خالص. معايا كده؟ لا، الناس وهي شغالة بيحصل مشكلة. بيحصل مشكلة، لازم الناس تبقى قافلة الاوت لوك. ماشي؟ هو ساعات صراحة بتحصل مشكلة وساعات ما بتحصلش مشكلة. فأنت علشان خاطر يعني إيه وجع الدماغ، فاهم؟ أنت يا إما تكلمهم تقول لهم يقفلوا الاوت لوك دلوقتي، يا إما تسكادول التاسك دي إنها تتم في وقت معين زي ما اتفقنا. الداتا بيزز دي بقى اللي متخزنة عندي. يعني لو انا جيت دلوقتي هنا ماي كمبيوتر سي بروجرام فايلز مايكروسوفت اكسشينج سيرفر ميل بوكس، انا عندي الفيرست وعندي الهيومن ريسورسز وعندي الانفورميشن تكنولوجي، صح كده؟ كل واحده من دول جواها الايه؟ ها جواها الستورز اللي تخصها كده، والملفات اللي هي دوت اي دي بي دي الداتابيز، دي كلها الداتابيز بتاعتي. ماشي دوت اس تي ام؟ لا 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 ماشي. طيب اللي انا عايز اقوله بقى دلوقتي ان اليوزر اللي الميل بوكس بتاعه موجود في ستور معين تمام، ممكن بقى يقعد يبعت ويستقبل ايميلات للصبح، والايميلات دي بقى كلها هاكس زي ما اتفقنا، ولا بقى فيها ده انا مش عايز اقول لك، ده انا بفلتر كميه ايميلات كلها هاكس، كلها مثلا بال6 ميجا وال7 ميجا وال10 ميجا، حاجات كلها فيديوهات من على مش عارف اليوتيوب ومش عارف ميتا كافيه ده ناقص يبعتوا لي مسلسلات رمضان في بتفلتر انترنت؟ اه ما انا هوريك ازاي تفلتر. لا ما تقلقش اظبطك تمام؟ عشان انا عايز اظبطهم. اه فمش عايز اقول لك الكلام ده اصلا من الفاير وول، فمش عايز اقول لك انا كميه الايميلات الهاكس اللي بتخش الاورجنايزيشن بتاعتك شكلها عامل ازاي؟ الناس اللي بتعمل ديستريبيوشن بقى. فالمفترض حضرتك انك انت تجبر اليوزر ان هو ما يستخدمش الميل بوكس بتاعه غير فور بزنس نيدز بس. طب ازاي اجبر اليوزر ان هو يحتفظ بايميلات الشغل بس، او يستخدم الاكستشينج بتاعك في السندنج والريسيفنج ايميلات الشغل بس؟ ان انت تعمل له كوتا. لو عملت له كوتا والراجل ده الدنيا قفلت عليه فجاه، هيقعد بقى يدلت الايميلات اللي ملهاش لازمه، هيفكر 1000 مره قبل ما يخلي الايميل الفلاني موجود عندي ولا لا، فاهم؟ هتبص تلاقي ان هو في ريستريكشن على اليوزر، وهم اليوزر زي ما انتم عارفين لازم تديهم فوق دماغهم عشان تعرف تشغلهم صح. بيسحبوا يا باشمهندس الايميلات.